أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو تعرفوا على 5 فنانين سوريين دخلوا السجن، آخرهم الفنانة صباح السالم. والبداية مع الفنانة الراحلة مايس كاف. عرفت الفنانة مايس كاف بمواقفها المعارضة حتى قبل اندلاع الثورة السورية، وتجلى أحد مواقفها عندما كانت طفلة في ثمانينيات القرن الماضي، حيث اعترضت الفنانة مايس كاف على ممارسات قوات الأسد وشقيقه رفعت بخلع الحجاب عن النساء في شوارع دمشق. وفي عام 2005 كان لها موقف آخر عندما وقعت على ما يعرف بإعلان دمشق، وتم تهديدها وقتها بقطع لسانها. وقفت الفنانة مايس كاف وهي من مواليد عام 69 بدمشق بصفوف الثورة والثوار السوريين منذ انطلاق الشرارة الأولى عام 2011. وبالمقابل بدأ نظام الأسد بملاحقتها مبكرا والتضييق عليها، فبعد 4 أشهر فقط على انطلاق الثورة السورية كانت الفنانة مايس كاف على موعد مع الاعتقال، حيث أقدمت قوات النظام السوري في شهر تموز عام 2011 على اعتقال الفنانة مايس كاف رفقة فنانين آخرين عقب مشاركتهم بمظاهرة في حي الميدان الدمشقي. وبعد خروجها بفترة قصيرة واصلت الفنانة مايس كاف مسيرتها الثورية متحدية أجهزة القمع الأمنية وتهديدات الموالين وشبيحة النظام بتصفيتها. وبعد أقل من عام على اعتقالها الأول واجهت الفنانة مايس كاف دعوة من النيابة العامة في دمشق تتهمها بالتحريض على القتل، وتعرضت بعدها مايس كاف للاعتقال في شهر أيار من عام 2013 قبل أن تخرج ذات العام وتغادر سوريا مجبرة على ذلك. وهاجرت الفنانة مايس كاف إلى فرنسا وتوفيت في العاصمة الفرنسية باريس في يوم 23 من تموز عام 2018 وهي بعمر ناهز 49 عاما أثر سكتة دماغية. وفي عام 81 تخرج الفنان عبد الحكيم قطيفان من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وهي المؤسسة التي أنجبت معظم نجوم الدراما السورية. وحمل قطيفان طموحات كبرى في إثبات ذاته كممثل واعد في سوريا، ولكن القدر أوقف مسيرته بعد بداية انطلاقتها بسنتين فقط، حيث اعتقل الشاب العشرين قطيفان بتهمة التحريض ضد حكم حافظ الأسد آنذاك، ليتحول من مشروع فنان شاب إلى معتقل في السجون. و9 سنوات كانت كفيلة أن تشكل لدى الشاب اقطيفان حالة من التمرد على النظام السوري في وقت لاحق، حيث تعرض للتعذيب والتنكيل داخل المعتقل، ولم تشفع له ملكة الإحساس والفن بأن يعامل معاملة خاصة. وبعد خروج الفنان عبد الحكيم اقطيفان ضمن عفو عام، أصدر رئيس النظام السوري حافظ الأسد عام 91 بدأت مرحلة جديدة لدى الممثل الذي واجه التهميش ونكران الأصدقاء له جراء تجربة الاعتقال. ولم تستمر حالة الانكفاء لدى اقطيفان، فسرعان ما أثبت حضورا طاغيا بالدراما السورية في عدة مسلسلات. ولم يكن لدى الفنان المعارض للنظام السوري خيارات عدة، بعد رحلة طويلة من سوريا إلى مصر فالخليج ثم ألمانيا بعد أن تعرض لتهديدات عدة بالقتل والتصفية، وذلك جراء مواقفه الجريئة من النظام ومناصرته جهرا للحراك الشعبي في سوريا الذي انطلق من مسقط رأسه درعا في ربيع عام 2011. الفنانة سمر كوكش ابنة الفنانة ملك سكر والمخرج السوري علاء الدين كوكش، والتي درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ثم تابعت نشاطها الفني كممثلة في المسرح والتلفزيون والدوبلاج، ثم ارتدت الحجاب عام 2008 وقل نشاطها الفني. الفنانة سمر كوكش كانت قد أعلنت تأييدها للثورة السورية التي بدأت عام 2011، وفي نهاية عام 2013 اعتقلت من قبل النظام السوري، ثم حكم عليها بالسجن 5 سنوات نهاية عام 2014 بتهمة تمويل الإرهاب. ويشار إلى أن الفنانة سمر كوكش بقيت فترة من الزمن معتقلة لدى أحد أفرع الأمنية التابعة للنظام قبل أن يتم نقلها إلى سجن عذرا المركزي بعد توقيفها في عام 2013.
وتم الإفراج عنها بعد مرور 4 أعوام بسبب مواقفها السياسية وانحيازها لمطالب ثورة الشعب السوري، وتم الإفراج عنها في 28 شباط 2017. ولم يصدق جمهور الفنانة سمر كوك رؤيته لها بعد مدة الاعتقال التي قضتها، فقد تغيرت ملامحها وحولتها لبقايا إنسان، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي عندما رأى إطلالاتها عقب الإفراج عنها. الخلاف بين الفنان مصطفى الخاني وعائلة زوجته السابقة يارا الجعفري تحولت للعلن. والد زوجته السابقة الدبلوماسي بشار الجعفري لم يرد على الأمر، بل حوله للقضاء وطلب التحقيق بالأمر. وصدمة كبيرة عاشها جمهور النجم السوري مصطفى الخاني بعد إلقاء القبض عليه وسجنه بسبب ما كتبه على صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك شارحا للرأي العام ما كان يقوم به مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري. وبعد هذا البوست غاب الفنان مصطفى الخاني وسجن بعد أن رفع عليه بشار الجعفري قضية قدح وذم وتشويه سمعة. والغريب كان سكوت نجوم سوريا تجاه ما حصل مع الفنان مصطفى الخاني، وكأنه ليس نجما مهما. وبعد أكثر من أسبوع خرج الفنان مصطفى الخاني الذي عرف في الوطن العربي بالنمس من السجن وعاد لصفحته الشخصية على الفيسبوك ليعلن بأنه لن يسكت، وكتب: لم أسكت في حياتي عن خطأ ولن أسكت عن الخطأ ما حييت أي كان ما اقترفه ومهما كان الثمن، هكذا عرفتموني دائما وهذا ما ستؤكده لكم الأيام القادمة، شكرا من القلب، محبتكم أغلى ما أملك. كشفت الفنانة السورية صباح السالم في تصريحات صحفية مؤخرا عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة بعد أن كانت في قمة عطائها الفني. وقالت النجمة السورية صباح السالم في تصريح لها بعد خروجها من السجن إنها تعرضت لمكيدة من شركة الأدوية التي كانت تعمل بها، حيث وضعوا لها المخدرات في قهوتها، ثم تم اتهامها لاحقا بالاتجار في المخدرات ليتم الحكم عليها بالإعدام، وبعدها تم تخفيف الحكم إلى 15 عاما بعفو رئاسي، ثم تم الإفراج عنها بعد سجنها ل8 سنوات. وأكدت الفنانة السورية أن تجربتها مع الإدمان هي تجربة قاسية أثرت على صحتها التي بدأت في التراجع عاما بعد عام، حيث أنها تبلغ من العمر حاليا 63 عاما. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.